السلام عليكم المشاهدين، حضر معكم واحد الحلوى. غنحتاج فيها التمر، جوج معالق ديال السكر كلاصي، واحد الربعه ديال اللوز. بالنسبه للعجينه غنحتاج دانون مسوس، معلقه صغيره ديال الزبده دايبه، واحد شويه ديال الملحه، ربعه ديال الطحين، واحد المعلقه صغيره ديال الزهر. صافي هادشي اللي كاين. بسم الله، نزيدو هاد الزبدة بحال هكا، ندخلوها في الطحين، عاد نزيدو دانون، ندخلوها هكا مزيان في الطحين، هاد الزبدة الملحة، ندخلو هكا كامل، حسو بيه كامل الطحين ولا داخل فيه الزبدة. دابا غنزيد الدانون، طبعا خدام من بيدينا، نشبع فيها بحال هكذا. غادي نزيد واحد المعلقة ديال الزهر صغيرة، هادي عين النكهة وصافي. نسم لينا وندلكوها مزيان، جينا تكون شويه قاصحه، المهم العبار جا هو هذاك. هذه جينا قاطه راسها، تكون جاريه هكا قاطه راسها، نخليها ترتاح. غندوز دابا نطحن اللوز، صاغو العقده ديال اللوز، نتلاقاو للتعمار ان شاء الله. بسم الله، دابا نصغوا هذه العقده ديال اللوز. غادي ندير عليها معلقة ديال السكر كلاصي، بعد ما وجدنا العقدة والعجينة ارتاحت، طبعا نطلقوها.
عجينة مغليضة مرقيقة هي هذيك. حصلنا على العجينة هي هذيك مطلقة. دابا غادي نقطعو بسم الله. نعمل هكا مربعات بحال هاد الشكل. نعمل التعميرة على حساب ما هزت ولا بحال هكا. تبعهم كاملين هكا. كونوا متقاربين راه ما كتنفخش العجينه، كونوا مقاربين. هنتبع كيما هكا هكا. نصغوا العجينة بحال هكا. كنبغاش هادي شتي سواقة نقول هكا. نجيبو هادي هاد الجهة بحال هكا، هاد الجهة هكا. نقرصوها هنا في الوسط شكل واضح هكا. نقرصوها نحطو هنا. كنشوف ندير العقدة على حساب مربع اللي عاملة. نجيب هذا بحال هكا كيما كتشوفو. كنلاقيها بحال هكا سهلة. ونحط دايره عاملاها غير صغيره. اللي بغا يديرها كبيره كيزيد في المربع، صغيره كتجيني احسن. بعد ما قطعت ثاني غادي نتبعو بحال هكا حتى نقطعو كلشي. بعد ما عمرنا هاد البليغات باللوز، دابا صافي ساليناهم. غادي نزوقهم بهاد الحقيق هذا. نشدو حيده ونعملو لهم هكا بحال اللي كنسدو بها. صامر هكا تنساليهم كاملين. دابا بعد ما وجدناهم زيناهم بهذا العقيق، دابا غندخلهم للفران على 180 شي 20 دقيقه هكاك نخرجهم ان شاء الله. هذا هي الحلوه ديالنا بعد ما وجدات. دابا هذا الشكل ديالها النهائي. نتمنى تكون عجبتكم وتابعونا وشجعونا وشكرا لكم.